أكد سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين أن مملكة البحرين تعتز بما حققته من إنجازات بارزة في مجال تعزيز حقوق الإنسان تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم. جاء ذلك خلال تصريح سعادته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يتزامن هذا العام مع الذكرى السنوية 40 لاعتماد الأمم المتحدة لاتفاقية مناهضة التعذيب، مشيرا إلى أن هذا اليوم يمثل مناسبة مهمة لتأكيد الالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وصونها في جميع جوانب الحياة، وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم اعتمدته الأمم المتحدة في عام 1948 هو اللبنة الأولى في حماية الحقوق والحريات العامة للإنسان، والذي التزمت به المملكة إلى جانب المواثيق والصكوك الدولية الأخرى ذات العلاقة لإرساء العدالة والمساواة في المجتمع، خاصة أنها كانت سباقة في تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، وما جعلها نموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا في مجال حماية الحقوق وصون الحريات.